الله الرحمن الرحيم وبه يستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقائدنا إلى جنات النعيم المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغالق للشر. أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم وأينما حللتم في هذا الفضاء الأسري والذي نتحدث فيه اليوم عن الصحة كما عودتكم قناة القرآن الكريم كل يوم سبت. موضوعنا وحديثنا لهذا اليوم سيكون عن العطلة وفوائدها، بما أننا على مقربة من العطلة الشتوية بالنسبة لتلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية وحتى الجامعات. سنتناول ونتناقش في هذا الموضوع من عدة زوايا ومقاربات، من أهمها الرؤية أو المقاربة النفسية والقانونية وحتى الشرعية، وأيضا البرامج المسطرة في هذه الأيام من قبل الهيئات والمؤسسات المعنية بتنظيم هذه الأيام أيام العطلة. بداية دعوني أرحب باسمكم جميعا بأستاذنا فضيلة البروفيسور محمد سليمان ولد خصال. أهلا وسهلا أستاذنا. الحمد لله، بارك الله فيك، وإن شاء الله تكون جلسة ممتعة إن شاء الله مع الأساتذة. الله يبارك فيك. وكما يسعدني أن أرحب بفضيلة الدكتورة جنات يعقوبي. مساء الخير أستاذة، أخصائية نفسانية. مساء أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا بك وأهلا من الجمهور الكريم. الله يبارك فيك. وكما ايضا يسعدنا ان نرحب بفضيله استاذنا وشيخنا فؤاد برادعي. مساء الخير استاذ، اهلا وسهلا. مرحبا، اهلا وسهلا اخي نوفل، تحيه طيبه لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات، ونحيي الاساتذه الاكارم كذلك. الله يبارك فيك. وكما يحل علينا اليوم ضيف عزيز يشرف وينور بلاطو مفاتيح، الاستاذ محمد امين ساعد، رئيس مصلحه النشاطات بمديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر العاصمة. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا، السلام عليكم. ونشكر على اهتمام قناة القرآن الكريم بالبرامج الترفيهية والتربوية على مستوى مديرية الشباب والرياضة والترفيه للجزائر. بارك الله فيك. وكما يسعدنا أيضا مشاهدينا الكرام أن تبقوا معنا وتتواصلوا معنا على الرقمين اللذين سيظهران أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى لتطرحوا آراءكم وأفكاركم حول هذا الموضوع، موضوع كيفية تسيير وتنظيم العطلة الشتوية بالنسبة لأبنائنا وأهميتها وفائدتها. أولا كمدخل وكبداية للموضوع، زميلتنا إيمان أكسيل نزلت ورصدت لنا آراء المواطنين حول قضية العطلة الشتوية وفوائدها. لنتابع هذا الاستطلاع سويا ثم نعود لبداية نقاشنا في هذا الموضوع. التلميذ لازم له لو شونجمون دو كيما يقولوا دو كليما، يبدل يدير الغابه يدير، ما يقولكش انا ما عنديش دراهم، امبوسيبل. علاش حنا نشوفوا العائله الجزائريه دي فوا تشري المحارق لولادها بمليون وما تديش باش يدير رحله تاع 300؟ العطله لازم، العطله فتره نقاهه، العطله عطله الشتاء كيما يسموها، لازم يمدوها، هذه محتمه، هذه يرتاحوا مثلا، نقولوا نسبة الارتياح مثلا تكون إيجابية، شايفة كيف ما مثلا ينسى الامتحانات، ينسى المفروض على القراية، الانطراج اللي كان فيه لابريسيون هذيك، لازمت له يريكيبيري كما نقولوا حنايا، يريكيبيري يشد روحه باه يعاود كيدخل يقرا، يعاود يقرا مثلا ثلاثي الدوزيام، يقرا اون فور، يدخل اون فور. بعدهم على الضغط اولا، شغل يخلوهم طرونكيل، شغل يبعدوهم او كونطرا، يدوهم بالك للريف باش كيما يقولك باش يريحوا الاعصاب ديالهم، ومن بعد نهار الامتحان يجوا يكونوا الاز، يبعدوهم على الضغط، وكيما يقولك ما يخلو في مع العشيه في المساء صباح يقراو، والعشيه في المساء يدوهم في نزهه، يدوهم في نزهه على الشاطئ ولا في الريف ولا في حديقه معينه، ومع الوقت ما كيلحق الامتحان يجوزوه بها. بالنسبة للراحة النفسية للطفل مليحة أثناء الدراسة ولا في العطلة ولا في جميع حياته الاجتماعية والمعيشة تاعو، يكون عنده فراغ كما نقولوا، فراغ نفسي، ماشي نفسي صافي، ديال عنده فترة تاع لعب، فترة تاع راحة، فترة نقاهة يوميا، ربما ماشي حتى في عطلة ولا يوميا وكل وقت. مليحة، الطفل يخرج يشوف منا
هيك شغل هكا يدي مناعه، ما من الطبيعه يدي مناعه. صافي الاب لازم يكون ذكي، لان كاين اب هو يخدم يخرج برا، ولكن التلميذ ما وليده ما يعرفش باللي توجور ماشي قادر يتغلي مويا وياكل مليح ويلبس مليح، مام الترويح النفس كما يقولوا في العقل مليح، واش يدير يبدل وينحي هذاك لو ستريس هذاك تاع الدار. انا كي نكمل الامتحان نجرب الامتحان كل شيء لازم لي فتره الراحه هذيك، نريكيبيري روحي، ممكن نخرج نتنزه ندير هكا باش الصحه نتاعي ترجع، الراحه النفسيه تاعي ثاني ترجع. ميم كون ما تريكيبيريش الراحه تاعك تولي تغيبي، انا شخصيا نغيب، لو كان ما نريحش هكا ولا نغيب نولي ما نحضرش الدروس وكامل، لازم يريح العبد باش يقرا. شكرا لزميلتنا ايمان كسيل على هذا الاستطلاع التي رصدت فيه مختلف الاراء حول هذا الموضوع. بدايه ابدا مع الاستاذه جنات حول موضوع العطله، دائما لابد لنا من تحديد وتحرير المصطلحات، عندما نقول العطله فماذا نقصد بالعطله وما هي اهميتها من الناحيه النفسيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العطلة هي فترة ضرورية للحد من الالتزامات ومن التوترات، لأن العمل يؤدي إلى توتر والضغط كبير، هذه الفترة تاع الإجازة تؤدي إلى الحد من ذلك التوتر. علاش؟ لإعادة شحن الطاقة النفسية والطاقة الجسدية. لا يخفيكم الأمر أن عندما عقل الإنسان يعمل كثيرا هذا يؤثر سلبا على الناحية الجسمية، والضغوطات والمشاكل التي تتواجد في العمل أو في الدراسة تؤثر سلبا على المخ وبالتالي على الجسم. ولهذا العطلة تأتي للحد من هذه الضغوطات، وكذلك تدفع تعطي طاقة إيجابية للعودة بعد ذلك بكل حيوية ونشاط. إذن العطلة مهمة جدا من الناحية النفسية ومن الناحية الجسدية كذلك، ولا نعني العطلة أنها الكسل والخمول فحسب، لكن هناك تجديد في الأفكار، تجديد في المفاهيم، تجديد في التصرفات كذلك نحو العمل. بصح نقعدوا نحوسوا حاجات واحد اخرين لنقوي بها الأفكار تاعنا، نقوي بها السلوكات تاعنا، ما نقعدوش غير الكسل والنوم، مش هذه هي العطلة. العطلة هي التجديد اللي ما قدرناش نديروه حنايا في اوقات العمل نديروه في وقت العطله. نعطي لك امثله؟ نعم. مثال في الوقت العمل التلاميذ او اللي يعملوا في المؤسسات يخدموا من 8 حتى الربعة، اذا اوقات الصلاه تكون وهو يخدم، في العطله يكون عنده وقت فراغ، الوقت تاعو هذاك يؤديه الى التقرب من الله، يؤديه الى العبادات في وقتها. أعطيت لكم مثال الصلاة، الصلاة في وقت الظهر في وقتها في المسجد، العصر المغرب والعشاء كذلك، ما عندوش الوقت يروح للمسرح، يروح للاخر تاع الثقافة، إذا تما في هذيك الإجازة يروح للمسارح يقرأ يعني كتب إضافية. إذا هي مهمة وهي فترة مهمة يحتاجها الإنسان إلى تنظيم حياته وإعادة أنه إذا كانت هناك أخطاء يعاود يصححها، وإذا كانت هناك أمور إيجابية يستثمر فيها. وهذا الجانب المهم أيضا في العطلة، وأنه سنتكلم على الكثير من النقاط والزوايا معك، وخاصة هناك بعض المفاهيم المغلوطة عن مفهوم العطلة، لأن هناك من يعتبرها فرصة إلى الانحلال إلى الكسل، يعني هناك عدة مفاهيم إن شاء الله سنوضحها معك وبمعية الأساتذة الأفاضل. منك من الجانب النفساني نتنقل إلى الجانب الشرعي والرؤية الدينية حول هذا الموضوع، لأنه موضوعنا العطلة النفسية هي متنفس روحي وصحي. الإسلام بلا شك رغب في الترويح عن النفس، وهناك العديد من الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من السلف الصالح عن
الترويح عن القلوب، راوحوا بين القلوب ساعة وساعة. نعم. إذن فما هي أهمية الترويح عن النفس في فعلا كما ذكرت أخي نوفل، إن الإسلام هو دين الفطرة، بمعنى أنه يتناسب مع الفطرة البشرية، وهو كذلك دين الحياة، يلتفت إلى هذه الحياة الدنيا كما يلتفت كذلك إلى الدار الآخرة، لأن كثيرا من الناس يظنون بأن هذا الدين لا يتكلم إلا على أمور الآخرة، فهو يتكلم كذلك على الحياة الدنيا، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فهذه الآية تبين لنا هذا التوازن الذي لا بد أن يكون عليه المرء بين متطلبات الحياة الدنيا وبين الدار الآخرة، فلا يغلب الجانب الأخروي على الجانب الدنيوي، كما أنه كذلك لا ينشغل بالجانب الدنيوي عن الجانب الأخروي، فهو يوازن بين الدار الآخرة وبين الحياة الدنيا. كما أن من خصائص الشريعة الإسلامية كذلك الموازنة بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد. هنالك متطلبات للروح تتمثل في الطاعة والعبادة والإنابة والقرب من الله تبارك وتعالى، وهنالك متطلبات تتعلق بهذا الجسد، أي حاجة هذا البدن إلى الراحة، إلى الترويح على النفس، إلى الاستجمام، إلى الخروج، إلى السير في الأرض. كل هذه الأشياء هي من متطلبات هذا الجسد كذلك، بل إن هذا الجسد لا يمكن له أن يقوى على الطاعة وعلى العبادة إلا بحصول قسط من الراحة، وهذا الذي نعبر عنه بالعطلة وما إلى ذلك، فيحتاجها الإنسان. ونجد أن هذا المفهوم الذي قد يعتقده كثير من الناس بأن الدين لا يأمر إلا بالطاعة والعبادة، وأن الإنسان لابد عليه أن يجهد بدنه في طاعة الله تبارك وتعالى، هذا الوهم الخاطئ دخل نفوس بعض الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحدهم فقال: إنني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر: لا أتزوج النساء. وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها، بمعنى أنهم رأوها قليلة، وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ورأوا بأن الاجتهاد في الطاعة ينبغي أن يكون على حساب البدن وعلى حساب الجسد، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له هذا الأمر، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إني والله لأتقاكم لله عز وجل وأشدكم خشية له، ولكنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج الذي لابد أن يتخذه الإنسان في حياته، أن هذه الحياة ليست كلها طاعة وليست كلها عبادة وليست كلها أعمال على حساب هذا البدن، بل لابد للبدن بقسط من الراحة. وأحد الصحابة كذلك دخل على صحابي آخر فوجده مجتهدا في الطاعة والعبادة وقد أنهك بدنه من شدة الطاعة والعبادة، فقال له، وأظنه سلمان رضي الله عنه، قال له: إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب ذلك الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له هذا الأمر، فقال له: صدق سلمان، بمعنى أن كل شيء لابد أن أبو الدرداء، نعم أبو الدرداء هو الذي كان على الطاعة وعلى العبادة، فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صدق سلمان الذي قال له: إن لنفسك عليك حقا، إلى آخر الحديث النبوي الشريف. فدل هذا على أن الإنسان لابد له من توازن في هذه الحياة، بل لا يمكن له أن ينشط في عمله وأن يقدم جهدا لا بأس به إلا إذا كان هذا البدن مرتاحا وكانت نفسيته نفسية مطمئنة. نعم. بل إن هذا الجانب النفسي كذلك قد يؤثر على حتى على صحة الإنسان. هنالك كثير من الناس لم يعتنوا بهذا الجانب النفسي بالنسبة لهم، فأصيبوا بالأمراض. لماذا؟
لأنهم أشغلوا أنفسهم في عمل فأتعبوا أنفسهم، فكان هنالك ضررا صحيا بالنسبة لهم كذلك. فلذلك نظرة الإسلام نقول بأنها توازن بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد، وأن الإنسان يوازن بين الحياة الدنيا وبين الآخرة. ونقرأ قول الله تبارك وتعالى: كذلك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بارك الله فيك أستاذنا فؤاد برادعي أيضا على هذه التوطئة لموضوعنا، الذي كما أسلفنا في البداية أننا سنحاول أن نأخذ كل الرؤى والمقاربات في هذا الموضوع، لأنه موضوع العطلة هو موضوع هام جدا وله عدة أبعاد. أستاذنا أمين ساعد، بما أنك أهلا وسهلا مرة أخرى، بما أنك رئيس مصلحة الشباب لنشاطات الترفيه، نشاطات الشباب، نشاطات الشباب والترفيه لمديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر، بلا شك أنه عندكم برامج ومخططات خاصة في هذه المناسبات، مناسبات العطل الشتوية، عطلة الربيع، بلا شك العطلة الصيفية اللي هي رأس سنام كل العمل هذا. فربما أولا بداية، ما هي أهمية مثل هذه المراكز، مراكز العطل؟ ما هي أهمية هذه البرامج التي تشرف عليها مديريات الشباب والرياضة؟ اولا زيد نشكركم على استضافتنا الى هذه الحصه ولا القناه، قناه القران الكريم، اللي شاهدوها كثير من العائلات الجزائريه. اولا مهام قطاع الشباب والرياضه وهو تنشيط اوقات فراغ الشباب. يعني لما يكون الطفل، يعني الشباب حنا قول من 6 سنوات فما فوق، وما حددناش الفئة العمرية إلى 35 40 سنة، يعني الشباب لفئة كبيرة من المجتمع. في العلم الاجتماع صنفوها إلى ما حتى 35 سنة، وإحنا عندنا شباب حتى في الأربعينات. كما يقال دائما أنه الجزائر الشباب يبلغ بها نسبته ربما 75%، يعني احصائيا هي على كل حال اكبر فئه في المجتمع الجزائري. كقطاع الشباب والرياضه الاهتمام باوقات فراغ الشباب، ولكن في دائما لاهداف تربويه واهداف اجتماعيه. احنا نديروا النشاطات الاجتماعيه التربويه، يعني انه الطفل ولا الشاب يقوم بنشاط في مجموعه مع زملائه، وهذا النشاط اما نشاط علمي او نشاط ثقافي او نشاط ترفيهي او نشاط سياحي، حتى انه يتعلم الحياه الجماعيه مع الافراد تاع المجتمع، حتى وفي الرياضه، يعني نقول الرياضه الجماعيه، انه الشاب يتعلم المنافسه، يتعلم التحدي، يتعلم اشياء كثيره عن طريق ممارسه النشاط. انه النشاط هو ماهوش هدف، ولكن النشاط هو وسيله، الهدف هو إدماج هذا الشاب في المجتمع. إذا كل فترة عندها أهمية تاعها، سواء العطل، عطلة الشتاء أو عطلة الربيع أو عطلة الصيفية، أو أيام نهاية الأسبوع، أو أين يكون وقت فراغ الشاب. المؤسسات الشبانية لدولة الجزائر وعددها 70 مؤسسة، فيها دور شباب، فيها مراكز ثقافية، فيها مخيمات شباب وبيوت شباب. كل مؤسسة وعندها الاختصاص تاعها وعندها البرامج تاعها. إذا كيف العطلة الشتوية احنا حنكثفوا النشاطات، يعني ثم وين نزيدوا المجهودات حول النشاط. عندنا حوالي 1100 إطار يعمل على مستوى المؤسسات الشبانية، هم مربون رئيسيين، أخصائيين نفسانيين، عندنا أطباء، عندنا مستشاري الشباب، وعندنا حتى التعامل مع الحركة الجمعية المتعاونة، هما الجمعيات التي تنشط في هذا المجال. النشاطات معروفة، نشاطات نبدأ نشاطات ثقافية مثلا المسرح، الفنون التشكيلية، النشاط العلمية كإعلام آلي، سمعي بصري، علم الفلك، علم البيئة، على مستوى دور الشباب، هذا على كل مستوى المؤسسة الشبانية دور الشباب. يعني في كل بلدية عندنا، حوالي كل بلدية عندنا مؤسسة شبانية، نضيف واحد حتى 2 3 مؤسسات شبانية. في كاين بلديات مثلا في بلدية الحراش عندنا 3 مؤسسات شبانية. نعم. إذا هذه النشاطات واحد تكون خرجات ترفيهية إلى الأطفال، إلى المتاحف، المعالم الأثرية والحدائق، هذوما خاصة للأطفال. للشباب الكبار يعني المراهقين وحتى 18 سنة فما فوق، عندنا خرجات مبادرات الشباب على مستوى الطلاب الوطني، يعني ندوهم إلى ولايات أخرى.
ندوهم الى معسكر بسكرة، عندنا في هذا البرنامج عندنا باتنا، عندنا القاله، عندنا وهران، عندنا تلمسان، عندنا غردايه، يعني نديروا التبادل شبان، يعني الشاب يخرج من العاصمه يشوف ما هو موجود في ولايات اخرى، وحتى يكون احتكاك تاعو مع شباب من ولايات اخرى. وعندنا ثاني برنامج من شأنه ايضا يقوي لحمه بارك الله فيك الوطنيه، يقوم اللحمه الوطنيه ويقوي يعني تبادل الافكار وتبادل التجارب وتبادل الثقافات. وعندنا نشاطات ثقافيه اذا في هذه العطله الشتويه، مثلا عندنا المهرجان مسرح الطفل في المركز الثقافي حسين داي، يعني عروض مسرحيه تربويه لفائده الاطفال. اذا يعني تستغلوا هذه الفتره، فتره العطل، ويكون فيها نشاطات وبرامج مكثفة. سنعود إليك أستاذنا من سعد، شكرا جزيلا. أيضا بروفيسور سليمان والخصال، العطل لو نتكلم عليها من الشقة والجانب القانوني، بلا شك أنه هناك قوانين تنظم العطل والإجازة. صحيح، أولا تحية للأساتذة. وفي الحقيقة هو مصطلح العطلة هناك من يتحفظ عليه باعتبار أن العطلة هي كأنها من العطل، يعني التوقف، وهي في الحقيقة هي إجازة. ولهذا المشرع الجزائري في قانون العمل على سبيل المثال يسميها العطلة، ولكن أيضا يسميها الراحة القانونية. وأنا أعتقد أن أفضل تسمية هي الراحة النفسية، لأنها إنما تكون بعد جهد يبذله الإنسان، بعد ذلك يمكن أن يستريح. ربما عندنا كذلك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غزوة أحد، قد كان متعبا مرهقا، حرب معركة، وإذا به جلس في مكان سمي الآن مسجد، ذلك سمي مسجد الاستراحة، هكذا الشيخ، مسجد الاستراحة. نحتفظ بهذه الفكرة لأنه فتحنا مجال اتصالات المشاهدين الكرام. نأخذ أول مكالمة مع كاهنة من قالما. السلام عليكم. سلام، مساء الخير أخي نوفل. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، مرحبا بك. أولا نرحب بالضيوف الكرام ونشكركم على الموضوعات اليوم، مليح بزاف. نعم. عدو. نعم نعم، نحن في الاستماع. نعم، لا شكر على واجب. نعم. والله حبيت نشارك أنا في الموضوعات اليوم على وش موجد أنا لأولادي للعطلة. صح. يعني إذا عندك يعني أبناء الآن رام قريب، يعني على بعد أسبوع. عندي وليدي كاين واحد في البريمير وواحد وطفلة في الليسي. الله يبارك. يبارك فيك. نعم. والله احنا عندنا كما معروف على قالما كاين ناس اللي يقصدوا الحمامات. صحيح. وكيما حمام الدباغ، حمام ولاد علي، كاين ناس بزاف حتى من خارج الولايه يجوهم. صحيح. ولادي امكانياته بسيطه يقدر، كيما انا مثلا نحاول ندير لهم برنامج بسيط، نخرجوا للطبيعة. أنا حتى من وليدي، عندي وليدي صغير 3 سنين، يطلبوا لي يقول لي مامي أي نخرجوا للطبيعة. صحيح. أنا نخرجوا نمشوا هكا خارج البلدية اللي نسكنوا فيها، كاين معروف على قالما أنها ولاية فلاحية، وذوك الحقول تاع القمح بداوا يخضروا، اللون الأخضر كثر بان بزاف. المهم نخرجوا نديرهم معايا ديجا، نعمل في حسابي ندي معايا الغداء ويكون بسيط هكذا، ما نثقلش روحي. انا نتكلم عن النقطه السيده كاهنه عن انه العطله والاحتفال او الانسان يخرج ويروع عن نفسه، ماشي شرط انه تكون عنده ميزانيه ضخمه. سنتكلم مع الاخصائيه النفسيه حول هذا الموضوع، يعني عندك مبادرات طيبه و أثرها طيب أيضا على الأبناء. أنا على جال أولادي صغار، لازم يحتاجوا الماء، لازم كي نخرج، على خاطر راح نخرجوا نمشوا على رجلينا، مش راح نخرجوا مثلا عندنا وسيلة نقل، راح نمشوا على رجلينا، نمشوا في نص الحقول وفي منطقة يقصدوها العائلات بزاف. نعم صح. مش راح نخرج بهم مثلا خارج البلاصة، راح نكون بهم غير أنا وهما برك، على خاطر نخاف عليهم، نقصد البلاصة اللي يقصدوها العائلات. أها. ولو معروفة ثاني قالنا معروفة بالأشجار الزيتون، عندنا أشجار الزيتون نقعد بلاصة اللي نلقى بلاصة تظل نقعد بيهم، ندير في حسابي مثلا الماء، ندير في حسابي هكا ساندويتش هكا بسيط على جال باه ما يجوعوش. ثاني كاين كيما قاعدين الموضوع تاعك انتو،
كاينه مزرعه، كاين مزرعه نقصدها دائما، انا نعديها كان قدامها السيد هذا صاحب المزرعه مربي طيور، انواع كثيره من الطيور خاصة البط والوسمو الديك الرومي والحجل، عندي ولادي الصغار الصغار يموتوا على قيو يوقفوا قدام هذيك المزرعة ويتفرجوا على الكارياج هذاك يتفرجوا على الطيور. ما شاء الله جميل ان شاء الله. وسايضا نتكلم عن طرحتي افكار جميله ورائعه، انه الانسان يمكن بميزانيه بسيطه باشياء بسيطه ندير لها، يعني يا اخي نوفل ندير لها من الوقت بسيط، من وقت الظهر لوقت العصر ما نطولش بهم بزاف، ونخرجوا انت الجو مليح صوت العصافير، يعني مهما كان هكا الوقت قليل نستمتعوا بطريقه يعني مليحه خلاص. نعم بارك الله فيك سيده كاينه. وبما انه ايضا معنا استاذنا امين سعد، سربما ايضا ساله اذا انه هذا البرنامج وبالنسبه ممثل لولايه الجزائر العاصمه، ولكن هل هناك ايضا برامج بالنسبه لمديريات الشباب والرياضه في كل ربوع الوطن؟ بلا شك انه تكون هناك برامج يديروها مديريه شباب والرياضه لاستغلال فرصه العطله واستيعاب هؤلاء القطاع الهائله، هذا حوالي 9 ملايين تلميذ في الجزائر الذين يدخلون في الاطوار الثلاثه. بارك الله فيك سيده كاينه، تحياتنا. شكرا لك ولكل اهلنا واحبابنا في قلبنا، شكرا جزيلا. عوده اليك بروفيسور. شكرا بارك الله فيك. نعم ونحيوها كذلك. نعم وقلنا فعلا مدينه فيها كذلك الاثار الرومانيه بقوه. بلا شك انت زرتها. ايوه نعم انا زرتها الحمد لله رب العالمين. ما كاش ولايه ما دارتش محاضره يوم ملتقى. والله الايام الدراسيه هذه نعم لا تخلو من فوائد فعلا. وحتى الاهل تاعها صدقني غير طيبين كعاده الكثير من الزوايا، ولكن فعلا في عندهم طيبه زائده هناك، فربي ان شاء الله يبارك فيهم. نتكلم الان على الراحه القانونيه او العطله القانونيه، انه قلنا بانه اصلنا لها بفعل النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يستريح، هذا امر طبيعي. ولان النفوس تمل وتتعب العقول هذه مهما كانت الاجساد تتعب، ولذلك قانون الجزائر في قانون العمل يقول لك انه العامل عنده حق انه يريح مره في الاسبوع، هذا حق الزامي يعني وجوبي انه من حقه مره في الاسبوع، فضلا عن العطل الاخرى. هذا اذا تكلمنا عن العامل، لانه احنا لما نتكلموا على الاجازه المدرسيه نتكلموا على التلميذ ونتكلموا على الاستاذ. صحيح. ايضا بامس الحاجه الى ذلك لا ننسوا، لانه هو الذي يمثل العمليه التعليميه بشكل كبير، لما يتعب القائد مشكله، ولذلك احنا دائما ينبغي ان نفكر فيه. صحيح. نعم فهو ايضا كذلك من حقه ان يستريح وعنده هذه العطل. وربما تلاحظ بانه العطل المدرسيه تختلف عن العطل في القطاعات الاخرى لخصوصيه التدريس، لانها مرتبطه بالتلاميذ، هذا من جهه، ومن جهه اخرى لانها مرتبطه بالعقل بالفكر. وانت تعلم بانه اصعب شيء هو أن الانسان يعمل بفكره وبعقله. صحيح. لانه الجانب الجسماني نعم مهم، لكن يتحول الى آلة بمجرد ان يستريح يوما انتهى. لكن وخاصه الناس الذين لهم باع في العلم يدركون بانه عندما تقرا كتاب كانك قمت بعمل كبير مادي صراحه. ولهذا لابد لهذا الانسان ان يستريح. فعندنا القانون التوجيهي للتربيه، القانون 8.0.8.0.4 اللي يحدد كذلك العطل المدرسيه واللي هي ضروريه. التلاميذ تلاحظ بانهم يبذلون جهد كبير معتبر، مجرد انه ياتي هذا الاسبوع الاخير. أنا الآن عندي الأولاد وكنا عندهم الأولاد، واللي ما عندوش ربي إن شاء الله يرزقوا الأولاد. تصور الأولاد غير نهار يبذلوا جهد كبير ويتعبوا، وفعلا أنت تكون واقف معاهم المراجعة، ويعني التلميذ يتعب والأولياء يتعبوا والمعلم يتعبوا، لأنه هناك عملية نتكلم احنا الناس الذين يكونون في جدية. تصور مجرد أن تنتهي الامتحانات ونجحوا، أول حاجة يقولوها لي دائما هي العطلة، وين نروحوا؟ أين نذهب؟ نخرجوا. يعني هذا كأنه النفس هذه خلاص هي تبحث عن هذه الراحة، هذه الاستراحة. إذا نقول احنا الحمد لله من ناحية القانون، لأنه ما تنساش بأنه هذا الكلمة رانا نقول فيها راحة نفسية، في سنوات سبقت في أوروبا وغيرها لم تكن موجودة، كان العامل يعمل بطريقة يعني كأنه عبد. وحتى في الاستعمار الفرنسي كانت ما كان حتى راحه، الاولياء تاعنا والدينا واجدادنا يقول لك انا نخرج في الليل ونجي في الليل، ما نعرفش كاع واش نلبس، نظرا لانه هي كانت
شكل من اشكال العبوديه. الشكل من اشكال العبوديه نعم، لكن الان دول يعني هناك بعض الانتصارات اللي حققوها العمال، وخاصه علم النفس الان تطور بشكل كبير. الترفيه هذا اللي كان يبدو انه مساله مضيعه للوقت لم يعد مضيعه، اصبح شيء ضروري للانسان. وانت تعرف احنا عندنا في علم المقاصد عندنا الحاجيات وعندنا الضروريات وعندنا التحسينيات او الكماليات. احنا الكماليات ننظر اليها على انها كمالي، لكن لو بحثت عن حكمها الشرعي استاذ بردعي لوجدت انها من الواجبات، الطهاره مثلا، النظافه، هذه من الامور الكماليه، لكن هل تصح الصلاه بدون طهارتين؟ اذا ولذلك لا يمكن للانسان ان يؤدي العباده كما يجب وكما ينبغي الا اذا كان مستريح، الا اذا كان مهيئ من الناحيه النفسيه والبدنيه. يستحيل ان تصلي انت صلاه سليمه صحيحه وانت مرهق، ولهذا هذه الراحة أمر طبيعي جبلي. ربما الحكمة أيضا تظهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه ثلاث رجال قالوا له أنا أقوم الليل ولا أنام وأنا هذا الذي ذكره ولا أفطر. يعني أن الإنسان خرجوا عن فطرته. يعني الإنسان لما يجي لك يقول لك أنا أقوم الليل، لأنه القصة اللي كان يذكرها تاع سلمان الفارسي مع أبي الدرداء، هي بهذا الحال هذا أبو الدرداء كان يدخل إلى بيته ويعرف غير يصلي ليكم ويصلي، وقال له قالوا إلا لنفسك عليك حق وإن لجسدك عليك حق. كلمة وإن لجسدك عليك حق دليل على أن الراحة والترفيه ليس مجرد أمر استحبابي، وإنما يصل إلى رتبة الوجوب والإلزام. لماذا؟ لأنه عدم الراحة وعدم الترفيه معناه أن الإنسان قد يصاب، أكيد يصاب بأمور كثيرة. أولا لا يجدد الإرادة تاعه، الانتاج تاعو ما راحش يكون قوي بعد ذلك، قد يمرض نفسيا لانه الارهاق، قد يمرض كذلك بدني. الكثير من الامراض السرطانيه والاطباء يعلمون ذلك اكثر مني، الكثير من الامراض تاتي بسبب الارهاق المستمر، عدم التوقف عن العمل، ضياع الاولاد كذلك. بعض الناس يقول لك انا نخدم ليل ونهار، فجأة نلقى ولادي ولاو رجال ولاو نساء، ولا عمره لا تكلم معاهم ولا خرج معاهم خرجة ولا تحاور معاهم ولا كذا، حتى نلقاهم رجال ونساء. إذا أختم، كل هذه الأمور في الحقيقة كلها تبين بأن القانون عندما أعطى الحق للإنسان أن يستريح، قبله الشريعة طلبت من الإنسان أن يستريح لهذه الفوائد التي ذكرنا بعضا منها. بارك الله فيك بروفيسور. سادة جنات، كما ذكرت لنا سيدة كاهنة من قالما، أنه هل شرط أنه لازم الإنسان تكون عنده ميزانية يقتطعها من أجرته، وواجب أنه يكون عنده مبلغ مالي محترم حتى يستطيع أن يروح هو عن نفسه ولا عن أبنائه؟ وما هي أهمية أيضا نعود نقوله أنه هذا الإنسان يروع عن نفسه ولو بشيء يسير أو يعني ساعة من الزمن، هل هي مهمة من الراحة النفسية أم لا؟ أم نحن نحتاج أنه مثلا على الأقل تريح أسبوع أو أكثر؟ كما قلنا قبيلة باللي العطلة أو الإجازة اللي قال عليها الأستاذ الإجازة النفسية، هنا عطلة للاستراحة. لا نكلف، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. من لا نطلب من الاباء او الامهات ان ياخذوا اولادهم الى بلدان اخرى، ولا لازم تكون ميزانيه. نقدر نقول لك باللي الاجازه تقدر تكون حتى في الدار. كيفاش؟ الطفل كيكون يقرا ما عندوش الوقت الكافي للعب، هذيك العطله يقدر يرفه على روحه بها باللعب. بصح كيفاش هذاك اللعب؟ لازم الاولياء يدخلوا مع اولادهم للعب. علاش؟ ما نقدرش نقول لك لازم لهم حاجات كبيره ماديه كبيره، نقدر نقول لك لازم لهم ورقه وستيلو يلعبوا. احنا في القديم ما كانش هذيك اللعبه تاع بنت ولد. هل هذيك الطفل كي يشوف الاب تاعو يهتم بالاهتمامات تاعو تما نقدروا نسموها راحه نفسيه، يحب كيفاش الاب ولا الام تلعب معاه. وهنايا اللعب ماشي تضيع الوقت كما قال الاستاذ، اللعب هي هنايا نعلموا الطفل، نحببوه في الاشياء ونخلوه يرتاح نفسيا. اللعب ماشي مضيعة للوقت، اللعب هي هنايا يخرج من هذاك الروتين تاعو تاع القرايه، رحت تقرا، رحت تكتب، روح لا باللعب. اللعب
تربوي. هل هذا يشكل ضغط على الطفل هذا؟ وشنو هو اللي انه دائما تاكل يوم توقف عند راسه لازم تحل الواجبات المدرسيه، هل هذا ايش يعني لو يستمر هذا بدون توقف او بدون اخذ فرصه للراحه، هل هذا يشكل من ناحيه يشكل نفسية؟ يشكل عبء كبير على الطفل. علاش؟ لان الوقت لازم يقسمه، الطفل يقسمه مع باباه ومع الوالدين، لازم يكون هناك برنامج يومي في وقت في وقت القرايه ولا في وقت العطل، يقدر يحدد الاوقات تاع الراحه، وقتاش يلعب، وقتاش ياكل، وقتاش يرقد، وقتاش يخرج، هادو كامل مليح كون زعما الاولياء مع الابناء يحددوهم. لخاطر كون زعما نقول لك بلي الطفل لازم له غير يقرا يقرا يقرا، العقل تاعنا عنده مده ولا فتره محدده للاستيعاب. حنايا مام في الوقت الاختبارات نقول لهم ما تقعدش باغ اكزومبل من 8 ل 12 تاع الليل ولا 12 تاع النهار وانت تقرا، لخاطر الاستيعاب ما يكونش العقل تاعنا ما يكونش يستوعب كل 45 دقيقه. استاذ انه تخيلي انه اناس يعني كبار في السن وعندهم قدره وطاقه تحمل ويعيب. وانك انت لما تحكم كتاب كما قال لك وتقرا يعني حوالي ساعه الا ربع ولا ساعه متواصل، يعني غير تغلق الكتاب يعني تحس بواحد ارهاق، ما توليش تفهم، تولي تشوف باللي ما رانيش نستوعب واش راني نقرا. دونك لازم بين 45 دقيقه نحبسوا واش نكونوا نديروا، يعني الاعمال المنزليه، الاعمال المنزليه، اعمال سورتو تاع الساده. واش رايك ايضا في 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 بعض الاولياء انه يقول لك الحمد لله الان جات العطله، لا يستغلها هو من منظور اخر، يقول لك اذا الان دوك نولي نقري الرياضيات مثلا اللغه العربيه، يعني يزيد يدير له برامج مكثفه. شوف باش نقول لك انا نقسم العطل الى قسمين، كاين عطله تاع الشتاء والربيع باسكو مازلنا في القرايه، وكاين عطله تاع الصيف. هذيك العطل الشتاء والصيف يكون صغيره وتكون مازلنا نقراو، مازال يكون في البرامج، ما نقدروش نقطعوا القطيعه تماما، لخاطر الطفل كي ينقطع ومن بعد يوالف يجيه صعيبه باش يعاود يديماري من جديد. دونك حنايا نقولوا تكون كاينه المطالعه والقرايه بصح بكميه قليله، باغ اكزومبل في النهار قادر يكون ساعتين، بصح هذوك الساعتين ما تكونش وحده مر وحده، يقدر يقرا نص ساعه صباح ومن بعد يروح يدير نشاطات اخرى ومن بعد يزيد يروح يقرا هكذا. هو اللي يقسمها مع الوالدين، باسكو كل واحد فينا عنده برنامج يومي مختلف عن الاخر. انت ماشي كيما الاستاذ والاستاذ ماشي كيما الاخر، كل واحد يعرف شنو هو البرنامج تاعو اللي يوالملو ليه ويوالم الاطفال تاعو. دونك حنا انا نقول في الشتاء وعطله الشتاء وعطله الربيع ما نقطعوش تماما عن الدراسه، نعطوها صح بفترات قليلة. عطلة الصيف تما يقدر يبدل الطفل من القراية لتدريب مهارات جديدة، باغ اكزومبل يروح يتعلم اللغة حتى هو واش يحب، يتعلم الموسيقى، يتعلم الرياضة، كل طفل عنده مواهب، في هذيك العطلة الصيفية يقدر ينمي هذيك الموهبة تاعو. والمهم أن الأولياء يكونوا يشاركوا هاد لي زاكتيفيتي تاع الاطفال، النشاطات تاع الاطفال. علاش؟ باسكو الطفل يرتاح ويحس براحه ويحس باللي الاب تاعو راه يسانده، راه يدخل في العالم تاعو. خلاص اذا نزيد لك فكره اخرى، هناك اولياء يقول لك لا، ما لا اجهده يعني ما يقراش مباشره، وإذا كان مثلا يقول لك مسكين كان الفترة الدراسية كاع وينوض على السابعة صباحا خليه يرقد حتى ال 12، ما تهضروش معاه، ما تخلوه يريح، هل هذه الأشياء أيضا جميلة؟ نقول لك كما تكلمنا أنه تنتقل الفكرة من مجرد راحة إلى أنها فرصة للتحلل والتخلي عن كل الواجبات. نقول لك حاجة، إلا كان الطفل خليناه باغ اكزومبل اليوم أول يوم في عطلة يرقد حتى ال 12
وكي يرقد حتى ل 12 دقيقه ما يرقدش، يرقد في الليل. إيه نعم يعني هنا فوالا والتعود واش يؤدي؟ عودنا على عادات سيئه. فوالا التعود واش يؤدي؟ هنايا الساعه البيولوجيه تاعو راح صرا فيها خلل. خلل ايه دونك كي هذا يدي 15 يوم وهو راقد صباح وما يرقدش في الليل، كي يجي اول يوم في الدخول الدراسي كيفاش يكون؟ يكون مرهق. دونك حنا نقولوا للاولياء ما تخلوش الاطفال يرقدوا ساعات متاخره من الليل ولا حاكمين غير هذاك بلاي ستيشن وهذاك لي تابلات وهذوك الاشياء الالكترونيه بشكل كبير. ما نقدرش نقول لهم نحو تماما بصح ينقصوا لهم من الاوقات. هنا يقول دوكا تقولوا لي علاش ما نخلو، علاش نخلوهم؟ باسكو الا كان ما خليتوش يروح يدير حاجه يديرها من وراء الاب، هو دايرها دونك يديرها قدامك خير ما يديرها موراك، وتكون قدامه واش راك عارف واش راه يدير خير ما يكون موراك وماكش عارف واش راه يدير. دونك حنايا يقول لك الطفل كل مرغوب ممنوع مرغوب، حنا ما نمنعوش تماما هذه الاشياء، نكونوا نراقبوا الاطفال يعني وفي هذه العطله كما يقولوا خير الامور الوسط لا حيفة ولا شطط، لا لا افراط ولا تفريط. نعم ما يخليش لازم نعم. يكون توازن في اوقات الجد اوقات الراحه الذي دائما ما نسمع عنه، ربما انا واحد هكذا نحط روحي في بلاصه المشاهد يقول لك ما تحكي ليش هكذا بالعموميات. التوازن انا هذاك اش نعرفه؟ هل التوازن انه نخليه يلعب 5 ساعات في اليوم، نخليه يلعب 10 ويقرا ساعه، ام هذا التوازن احنا نقصدوا به ربي خلق وفرق وكل واحد عنده قدرات، يعني كل واحد يعرف الابن تاعو على باله مثلا انه نصف ساعه في اليوم لو كان يقرا ابنه راح يستوعب الله يبارك، وانه ما يخليه يلعب 5 ساعات ما راحش يضيع. يعني كيف نقوم بهذه عمليه التوازن اللي انا نقولها؟ 5 ساعات في اللعب ثاني بزاف. علاش؟ لان الطفل عندما يدخل للعب ما يحبش يخرج من تما. دونك الاولياء لازم هم يكونوا هما كيفاش يقيدوه. ماشي الطفل هو اللي يقيدوه، هو الموجه، ماشي الطفل هو اللي يفرض واش على الوالد. فوالا وكل والد يعرف الابن تاعو، يعرف القدرات تاعو ويعرف لي كاباسيتي ويعرف الحاجات اللي راه يحايبها واللي ما يحبهاش. الطفل عندما تخليه وهو واش راه يحب، اسكو يروح يشد الكتاب؟ ما يشدش. لا بلوبار تاع الاطفال ما يشدوش. علاش؟ باسكو هو الطفل عنده هذيك من الطبيعي الطبيعه تاعو يحب واش يخليه مرح. وشنو هو الحاجه اللي تخليه مرح؟ هي اللعب. الاب والام الاذكياء لازم لهم ما يعطوش لي زوغدر الاوامر. الطفل ينفر من الاوامر، يحببوه في هذيك المطالعه ولا يحببوه في هذيك حتى الصلاه. نعطيكم مثال الصلاه، ماشي يقولوا روح تصلي. الا راح يصلي بالك راح بلا وضوء، بالك راح ما يطبقش غير يطلع ويحبط. تما الاب ولا الام اللي باش تحب وليدها يصلي تقول له الروح نتايا دير الامام علينا. نتايا علاش؟ تما الثقه بالنفس تاع الطفل تزيد ويديرها بكل حب وبكل يعني طرق او بين قوسين ان صح التعبير حيل نستعملها مع ابنائنا حتى نستطيع قبل حبيت برك نقولها. كاين زوج اشكالات انا لاحظت راك تكلمي على 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 معدل تاع التلاميذ يعني تاع البريمير تاع الابتدائي. نعم لكن في الثانويه النضج تاعهم يطلع شويه يعني سيشير. هذه هي ولكن الاشكال هو في لما قلت لي بانه في العطل معليش يقراوا غير شويه حاشي قليل، لكن هل هذا يستطيع ان ينطبق ينسحب على طلبه البكالوريا؟ يقول لك احنا البرنامج تاعنا راه مكثف واحنا ما لحقناش في العام وال 15 يوم زيدوا ما نقراوش، في هذه الحاله ماذا نفعل؟ نحتفظ بهذا السؤال. معنا احمد من العاصمه. السلام عليكم احمد. السلام عليكم. اهلا وسهلا اخويا احمد، لاباس بخير؟ كبار التحيه ليك وضيوفك الكرام والفريق العمل معك في هذه الامسيه. شكرا. الله يبارك فيك ان شاء الله. والله اخي نوفل انا عندي واحد السؤال لممثل وزاره الشباب والرياضه. نعم تفضل.
يا حبذا لو يعني هذه الفرصه هذه تاع العطله الشتويه هذه وحنا مقبلين هذه العطله ان شاء الله يعني يكون البرنامج هنا منظم باش الابناء هذو يجيو لهم رحلات هكذا يخرجوهم يديهم الاماكن الاثريه اماكن يعني تاريخيه في البلاد. والله كاين اماكن يقع يعني وقعت فيها احداث اثناء الثوره يعني يا حبذا انا هذا يعني رايي الخاص هذا يديو الابناء لهذه الاماكن يعني ويكونوا مرشدين يعني ويوريو لهم كيفاش وقعت هذه الاحداث كيفاش كانوا يعني صور توعنا وكذا حتى يعني يغرسوا فيهم حب الوطن وحب البلد ماهوش باش يفكروا باش يجيهم يروحوا للخارج ولا يروحوا لدوله واحده اخرى والله هذا هو المطلوب يعني وخاصة هذه الفرصه العطله الشتويه هذه ماهوش قال احنا في الصيف يروحوا للشواطئ والله على الاقل كاين على كل حال كل واحد يعني واش لا يعني كما يقولوا حجة وفرجة خويا احمد حمام نعم اذا يعني يستفيدوا من عطله وزاره شباب والرياضه مفهوم احمد هذا هو نعم بارك الله جزاك الله كل خير اخي العفو العفو الله يجازيك خير شكرا جزيلا خويا احمد تحيه لك ولاهلنا واحبابنا في العاصمه نعم السؤال اليك هدرت على الاطفال في السن الابتدائي باش نقول بلي الوالدين هما اللي يعاونوهم يديروا البرنامج تاعهم لكن الطفل في مرحله البكالوريا هو راه راشد يقدر يدير البرنامج تاعو على حسب احتياجاته يعني على حسب قدراته يعني يكون هناك الان لما هو يتحول الى طالب في البكالوريا يولي عنده نوع ادنى من الادراك لما يصلح له وما لا يصلح له ماشي كيما الطفل الصغير ومع ذلك محتاج الى مرافقه لانه كاين بعض التلاميذ وحتى اولادنا بكل صراحه يعني تلقاهم يبالغون في المراجعه الى درجه انه ما يريحش خلاص يعني انه كان واحد ما يتحكمش فيه وتلحق 12 الواحد يقول حبس يبقى يكمل لا هنايا الوالدين يكونوا ماشي مراقبين مرافقين مرافقين كما الابتدائي يعني من المراقبه الى المرافقه فوالا الاولياء كي يكون واحد كبير يعطوا له النصائح ينصحوه يقولوا له يبينوا له وشنو هو باغ اكزومبل هو ما يكونش في المراجعه ما يكونش يدرك الوقت اللي جازو الاب هنا ولا الام كي تدخل تقول له راك عارف شحال قريت راك قريت ربع سوايع تما تعطي له المده اللي جازها باسكو هو يكون مع المراجعه ما يخممش هنا ماشي قاعد معاه كيما الابتدائي قاعد معاه ويوري له كيفاش يدير وكيفاش يدير هنا الاباء يكونوا مرافقين بالنصائح بالارشادات بالتشجيع مهم جدا التشجيع الطفل كي تكون باغ اكزومبل ساعه هو يقرا الاب ما يروح عنده يقول بارك الله فيك ان شاء الله تربح راني يعني نشوف باللي المجهودات تاعك ما يروحوش هباء هنا واش يدير في الطالب في البكالوريا يعطي له انفوسيته فوالا وربما حتى المرحله هذه الان يتحول الى صاحب يعني هذه مرحله المصاحبه لانه قال لك لاعبه سبعان وادبه سبعان وصاحبه سبعان لكن هي كنتكلم على الطاقه الايجابيه لانه احنا المشكل تاعنا عند بعض الجزائريين انه والاستاذ اعلم مني انه كاين ما يسمى بالعقل الباطن يستوعب حنا ولفنا لا وعي يعني لا وعي هو يصدق العجيب هذا العقل الباطن واش تقول له يصدق هذا هو الي العقل الباطن هو غبي إيه؟ بصح هو اللي مشينا هو اللي مشي علاش باسكو اصلا كي تقعد تقول راني رايح نجيب ولا ما تحفظ انه يمشي لا هو المقصود غبي غبي ما يعرفش ما يعرفش نعم يعني ساده يتلقى هذا هو انا سميته الي جاء افضل جاب لي ربي الي لانه يدي كل شيء يتلقى وما يحاولش يفهم ما هذه هي فانت وليدك تقولوا بلي انت يا هو الان جوزوا امتحانات الان بالمناسبه باش يعقبوا راح مليحه اذا خدم مليح شجعوا منه اذا ما خدمش مليح كان معليش ان شاء الله اخلفها في المره الجايه ومنه وكذا يعني تكلم معاه بالطريقه باش تقول انت ما تعرفش وانت ما تصلحش للعلم وانت تقرا ولا ما تقراش كيف هذا هو لا يعقب العطله مليح مسكين ولا هو راح ينجح في المستقبل بارك الله فيكم استاذي فؤاد بردعي نعم لماذا دائما على الاقل في مجتمعاتنا احنا لانه نحكوا على الثقافه اللي سائده عندنا الثقافه والمفهوم هذا في الغرب لا يعنينا لان احنا الان نخاطب ابناء مجتمع لماذا دائما الترفيه العطله هذه المصطلحات تقترن او ينصرف ذهننا مباشره الى الامور ربما الى احيانا الى الامور الغير شرعيه مجول. الى بعض المحاذير الى صح.
بعض التصرفات الغير أخلاقية. الانسان غير تقول له واش راح تعرف تنحي شويه على روحك يفهم انه حيقوم باشياء ربما غير محموده او يعني محاذير حتى نحترم. نعم. كلمه نزهه عند الجزائريين ليتها تكون من النزهه يفهموها فهم واحد اخر. نغيروا المصطلح تفضل. فعلا كما ذكرت ما كاش يعني بين قوسين ما كاش هناك ترفيه شرعي. نعم في الحقيقة الترويح على النفس وهذا يعني الترويح على النفس أو الترفيه الشرعي كما ذكرت هو أمر مطلوب كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ابتغوا لي القلوب طرائف الحكمة فإن القلوب تمل شأن أن هذا القلب أنه إذا تعلق بشيء واستمر عليه فإنه يمل من ذلك الشيء. حتى في العبادات نتاعنا نجد بأننا ننتقل من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى طاعة من عبادة الصلاة إلى عبادة الصيام إلى عبادة الحج على مدار السنة إلى عبادة الزكاة. فهذا التنوع من العبادات هذا الانتقال من مرحلة إلى مرحلة من شأنه أن لا يجعل هذه النفس تسأم من عبادة من العبادات حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الأعمال أدومها وإن قل ونهى عن ذلك الشيء الذي ربما يجهد الإنسان فيه نفسه ثم بعد ذلك يقطعه ويمل منه. والله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. هنالك كثير من الناس كما ذكرتنا أستاذ قبل الحصة بالحديث النبوي الشريف نعم. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. بمعنى أنه لن يصل إلى المرحلة الأخيرة. لماذا؟ لأنه أجهد نفسه في بداية الأمر. وأعجبتني الأستاذة من قبل حينما ذكرت مشاركة الآباء والأولياء في اللعب مع الأطفال فنقول بأن هذا هو هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم تلك القصة التي دخل أحد الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده جاثيا والحسن أو الحسين على ظهره فقال له نعم الجمل جملكما وهو يمازح رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوره يعني بالجمل وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ونعم. فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم الراكبان هما فكأنه استحسن ذلك الكلام منه وقال ونعم الراكبان هما فكان يدخل البهجة والسرور داخل هذه العائلة. كذلك الشيء الذي لابد أن نلتفت إليه ونحن نتكلم عن الترويح على النفس وعلى العطلة أو الراحة وهذه المصطلحات كلها تؤدي إلى معنى واحد هو أن بيوتنا هي أغلبها بيوت في العمارات وكأنها أقفاص. ولنتصور هذا الابن الذي لا يخرج إلى الفضاء لا يخرج إلى الساحة لا يمد بصره إلى السماء ونحن نسخر بهذه الطبيعة التي كانت تتكلم عنها الأخت الفاضلة من قبل. لا ننظر إلى السماء ولا ننظر إلى الجبال ولا ننظر إلى السهول ولا ننظر إلى الأودية والأنهار وما إلى ذلك. أذكر لك أن أستاذ من الأساتذة من ولاية عين تيموشنت لم يعرف منطقة شفا ولم يزرها من قبل فلما مر بتلك الطريق طريق ولاية المندية طريق الشفا ونحن نعلم القيرادة والأودية والشلالات والأنهار فقال لي وكأنها قطعة من الجنة في جزائرنا ولم أكن أعتقد وأتصور بأن داخل الجزائر يوجد مكانا مثل ذلك. فلذلك نقول بأن الترفيه على النفس هو أمر مطلوب بل إن الترفيه على النفس لا يساوي معصية الله تبارك وتعالى بل إن الترفيه على النفس يكون في طاعة الله تبارك وتعالى وفي عبادته وهذا هو الضابط الذي لابد أن تنضبط به هذه العطلة أو الترفيه على النفس أو استغلال وقت الفراغ. الأمر الآخر أن لا يكون غاية في ذاته بمعنى أن لا أرفه من أجل الترفيه أو من أجل اللهو أو من أجل اللعب بل أتخذ ذلك وسيلة لطاعة الله تبارك وتعالى وللقرب منه. حتى حينما نذهب إلى أبنائنا إلى البحر فعلينا أن نتذكر قول الله تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ونتكلم معهم على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى قدرة صنعه. ولذلك كان التأمل في مخلوقات الله تبارك وتعالى هو من أعظم العبادات ودعانا القرآن الكريم في كثير من الآيات إلى أن نسير في الأرض من أجل أن ننظر إلى هذا الكون
المنظور، فالله سبحانه وتعالى جعل لنا آيات في كونه المنظور وآيات في كونه المقروء. فإذا ما رجعنا إلى القرآن الكريم وجدنا أن الذي أنزل القرآن الكريم هو الذي خلق هذا الكون، فنزداد تعظيما لله تبارك وتعالى بفضل ماذا؟ بفضل هذه الفسحة التي نجعلها في طاعة الله تبارك وتعالى. فقط نعم أستاذ نوفل، تذكرت فقه الترفيه، نعم نجيبوا الأدلة على أنه كاين فقه ترفيه عندنا في الشريعة، على الأقل مثالين. نعم المثال الأول هما في العيد، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه السودانيين هذو الذين يلعبون وكذا، وكانت عائشة وراء النبي عليه الصلاة والسلام وتلتفت إلى تلك الألعاب، نوع من السيرك يعني، فتلتفت إلى ذلك وتفرح، والنبي عليه الصلاة والسلام يشجع، وكانت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل كبير جدا على أنه وسائل الترفيه واللعب وكذا يعني ليست مرادفة للانفلات والتحلل أبدا وإنما هذا أمر طبيعي. نعم بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلم اليهود أن في ديننا فسحة وإنني بعثت بالحنيفية السمحة. نعم بمعنى هذا هو الدليل. وأيضا في الحديث الذي ذهب إلى غابة إلى مكين وبدأ الصحابة أرادوا أن يذبحوا شاة يديروا شوية يعني بالطريقة الجزائرية التي يفهمون عندما ذهبوا إلى الغابة، فلما جمع الحطب قالوا نكفيك نحن يا رسول، قال لهم أنا الذي أفعل ذلك حتى لا أتميز عنكم. الناس عندما يأخذون هذا الحديث يأخذون حتى لا أتميز لتواضعي، ولكن أيضا نأخذ منه فقه الترفيه أنه يذهبون إلى الغابة مع أصحابه مع أصدقائه نعم من أجل والصيد وما إلى ذلك، كل هذه في الحقيقة وعلموا أولادكم السيب، هذه كلها تبين بأن الترفيه موجود، لأنه الترفيه شيء فطري شيء إنساني ليس خاصا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما خاص بكل الأمم وعلى رأسها طبعا أمة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي أمة الفطرة وأمة الإنسانية. ولذلك هذا أمر ضروري طبيعي. احنا قلنا بأنه ننتقل بفقه الترفيه من 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 كونه مجرد لعب وله كذا إلى شيء آخر أنه ضروري للإنسان، وخاصة في هذا الزمن اللي تعقدت فيه الأمور بشكل كبير، السكنات في العمارات الوقت غير موجود، الحركة قوية جدا، التلوث البيئي، أمور كثيرة كلها تبين الضغوطات الكثيرة على الإنسان، كلها تفرض على الإنسان الجزائري وغير الجزائري أنه لابد من أن يستفيد من هذه الراحة ومن هذا الترفيه. بارك الله فيك، أحسن الله إليك. لازلنا مواصلين ومتواصلين معكم مشاهدينا الكرام إلى غاية الخامسة والنصف، نأخذ هذا الفاصل الإنشادي ثم نواصل حديثنا حول العطلة المتنفس الروحي والصحي. تحيتي وسلامي، وطني إليك تحيتي وسلامي، الحب يضمرني الحب يغمرني يزيد غيامي، وطني سلامي، الحب يغمرني إليك تحيتي وسلامي.
وطني إليك تحيتي وسلامي. الحب يغمرني، الحب يغمرني ويزيد غيامي. يا نبغيها وردة، بلادي نبغيها وردة. يا 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 تحزن فوق اسمها وحب رسالة. أنا في أرض جند دافع عنه ببسالة. وطني وتراث عندي جنة وحب رسالة. أنا في أرض جند دافع عنه ببسالة. وطني وتراث عندي جنة وحب رسالة. أنا في أرض جند. أعود إليكم من جديد مشاهدينا الكرام من خمسة التلفزيون الجزائري من قناة القرآن الكريم، نحييكم من جديد في هذا الفضاء الحواري الأسري الذي نتحدث فيه عن العطلة، متنفس روحي وصحي. تكلمنا عن الكثير من النقاط والزوايا في هذا الموضوع. الآن معك أستاذنا من سعد، نتكلم أيضا عن، كان هناك سؤال أولا حتى لا ننساه من خونا أحمد من العاصمة، قال لك يا حبدا، أو هل هناك مثلا كما يقولوا بالعامية تاعنا حجة وفرجة، أنك تأخذ هؤلاء الأبناء ولا الشباب تقوم بزيارة منها، هذا كان متنفس وكذا، ولكن قال لك الزيارة هذه تكون هادفة، مثلا نأخذهم إلى أماكن كانت معارك حاسمة في تاريخ الثورة التحريرية، أو مثلا إلى من تاريخ الجزائر مثلا في العهد النوميدي، يعني رموز أمازيغية أو فينيقية أو حتى رومانية، يعني حتى نكسب هؤلاء أبناء من جهة رانا نروحوا ورانا يعني نحوسوا بهم، ومن جهة أخرى رانا يعني نزيدوا لهم فائدة ثقافية. نشكر على السؤال وجه، نشكر أخ أحمد من العاصمة، أنه إحنا كل نشاطاتنا حجة وفرجة. ما شاء الله. كل نشاط لا حاجة الله يعني نديرو احنا ناخذ كل نشاط يعني هادف كما يقول هادف، كما قلت من قبل النشاط ماهوش غاية انما هو وسيلة. النشاطات المواطنة، يعني المواطنة باش الشاب يحب بلاده عن طريق التاريخ العريق لهذه البلاد وعن طريق المعالم التاريخية والسياحية. يعني نشاط المواطنة عندنا برامج خاصة للأيام الوطنية، مثلا نديرو 845 مجازة 845، علموا احنا ناخذوا الشباب من الجزائر العاصمة ندوهم إلى خراطة إلى قلبة وإلى سطيف يشوفوا الحدث أول نوفمبر 54. أنا ندو الشباب إلى أين أطلقت أول رصاصة واللي هي في الأوراس في المنطقة بين خشلة وبثلة، في مبايعة الأمير عبد القادر، ندو شباب الى معسكر الى شجره المبايعات الامير عبد القادر، يعني في اي عيد وطني او يوم نحتفل به او يوم تاريخي، يعني الشباب ندوهم الى عندنا ممد واحد الجمعيه يقولها جمعيه النشء الجديد. نعم. والبرنامج في كل بلديه العاصمه، هذه في كل، ما قلتوش في كل بلديه العاصمه وانما كل خطره ندو فوج، يعني في الملي بين 45 اللي فات درنا 2000 شاب في اول نوفمبر واحد العام، درنا 1954 شاب الى باتنا. يعني عندنا ابقى معايا لانه حتى لا نطيل على، معنا بن حليمه من تيارت. السلام عليكم اخ بن حليمه من تيارت، لا زال معنا.
انقطعت المكالمه للاسف في عاود الاتصال بنا. نعم انا يوم العلم 16 افريل ندير نشوفوا مع العلامه الشيخ ابن بلديس في قسنطينه. يعني كل هذا النشاط نقوم به احنا باه نعلموا الشباب تاعنا انه تاريخ الجزائر تاريخ كبير، تاريخ عريق، باش نشوفوا احنا كنا اسياد قبل الحضارات المعروفه حاليا. نعم ويسمى نشاط المواطنه. نشاط المواطنه نشاط المواطنه المواطنه ممارسه. المواطنه ما دام راهم يأطروا في الانشطه ويطلعوا من العناوين هذا هو الاصل. زيد احنا نشاطات الهواء ايام الهواء الطلق. نعم. كما ذكرت السيدة في قلبة اللي تديو الدراري هذه يعني نشاطات نديروها مكثفا نخرجوا الى حديقة بن عكنون. في قلبة مثلا احنا الان رانا نتكلموا على العاصمة بما انك مكلف العاصمة، هل هذا ينطبق ويسري على كل مديرية شباب ورياضة في 48 ولاية؟ شوف نشاطات المواطنة كل واحد عندهم نشاطات المواطنة ايام هواء الطلق نشاط ترفيهية هي نشاط قطاع وزارة الشباب والرياضة وكل ولاية على حسب الامكانيات البشرية والمادية تاعها. يعني الزملاء في عبر الولايات يقوموا نفس النشاطات. هذا برنامجنا كقطاع كما يقولوا في وزاره التربيه انهم يديروا التعليم وتدريس المواد. احنا هذو هما المواد التدريسيه تاعنا نشاطات المواطنه ايامها والنشاط الترفيهي والنشاط الثقافي والنشاط الاجتماعي التربويه. سؤال ربما للمشاهد اللي راه يشوفنا يقول لك انا كيفاش حتى نسمع؟ كيفاش حتى نعرف باللي مديريه الشباب والرياضه ولا انتم كمصلحه نشاطات الشباب؟ بارك الله فيك. هي هذه المعلومه كيفيه الانخراط. كيفيه الانخراط ولا كيفاش حتى نعرف باللي راكم حتنظموا هذا؟ احنا كيف ولايه الجزائر احنا ولايه الجزائر نتكلم على ولايتنا احنا نديروا في خدمه عموميه. نعم. كل نشاطاتنا مجانيه اولا ما تسحقها اي ميزانيه. يعني يجيب الانسان البارون الولد يجيب الولاد تاعو الى دار شباب بطريقه مجانيه ما نخلصوا عليهم فرنك. نعم. التعليم واضحه في هذه السنه وعندنا حنايا النشاط الخارج الترفيهيه مجانيه. استسمحك عذرا حتى ما نطولوش عليهم. صالحه من قسنطينه السلام عليكم. صالحه من قسنطينه السلام عليكم. اهلا وسهلا صالحه من قسنطينه. اهلا وسهلا. هل هي معنا ام فقدنا الاتصال؟ نذكر بارقام الهاتف مشاهدينا الكرام التي تبقى تحت تصرفكم. اتصلوا بنا طرحوا افكاركم اراءكم حول هذا الموضوع موضوع العطله متنفس روحي وصحي. صالحه هل هي معنا؟ صالحه من قسنطينه ربما فقدنا الاتصال بها. نعم عود اليك استاذ. حبيت نذكر واحد النقطه هامه ذكرتها الاستاذه انه ان كثافه البرامج تاع الدراسه يعني نشوفوا يعني الاولياء الان يحوسوا غير ولادهم ينجحوا في الدراسه شيء ممتاز ولكن مش على غرار صحتهم النفسيه وصحتهم البدنيه. يعني يعطيك كمثال حنا نعانيو منه في قطاع الشباب والرياضه يقول كلمه عزوف الشباب حول النشاطات الشبانيه والرياضيه انه الوقت الولاد ما عندهمش وقت يخرج من المدرسه الساعه الرابعه 4:30 5 تاع العشيه يروح يدير الدروس الخصوصيه ما يمارسش الرياضه. عندنا هنا مشكل في المنشات الرياضيه انه الفئه الشبانيه الصغيره هذيك من 6 ل 12 سنه راهي ناقصه لانه الاطفال الان لقاو الاولياء يدوا ولادهم دروس خصوصيه. زيد لك اكثر من هذا الشيء احنا في مؤسسات شبانيه يجونا اولياء يقول لك ديروا لنا دروس ادراكيه داخل مؤسسه شبانيه. معليش نخلصوا معليش نجيبوا الاستاذ انتم عندكم مرافق عندكم مقاعات عندكم طاولات. احنا لا هذا مش مهامنا. احنا شو اعطيك على سبيل المثال كان واحد المربي يعطيها الصحه نذكرها اليوم في هذه الحصه هذه دارت نشاط يقول نشاط السوربون. نشاط السوربان هي نشاط ترفيهي معتمد فيه البلدان الاسيويه كاليابان الصين ماليزيا. هذا النشاط الطفل يلعب بالرياضيات. شفنا انه الاطفال درنا تجربه العهد العام تحسنوا من 5 6 ل 10 حتى لحقوا 10 على 10 في معدل الرياضه الفصل الاول. هذا يلعب بالرياضيات يلعب ولكن تحسن يعني قدر نحسن الامكانيات الدراسيه تاع الاطفال تاعنا بنشاطات غير دروس إدراكية. مثلا يمارس النشاطات العلميه الاعلام الالي السمع البصري علم البيئه يتعلم. حنا الدراري كي ندوهم مثلا ندوهم الى مناطق الرطبه ولا مناطق الجبليه ونعلموا لهم النباتات نعلموا لهم التركيب الضوئي نعلموا لهم كيفاش النبته تطلع كيف 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 يعني يلقى. قطعت عليك الجواب ما سمعناش كيفاش حتى يسمع. كيف يسمع؟ هو يتقدم اولا الى مؤسسه شباب دور شباب كي تسمى تلقى دار شباب ولا
الاول مركز ثقافي لتسييرها مدير شباب الرياض عن طريق ديوان مؤسسه شباب الرياض الجزائر او عن طريق فضاءات التنشيط. انا كاين جمعيات مدينه لهم فضاءات تنشيط عن طريق سيد الوالي في السكنات السكنات الجديده احياء سكنيه كبيره يعني كنقول لك شعبيه فيها 10000 نسمه. في الدويره كاين حتى هذا ما كاينش مؤسسه شباب ما كاينش دار شباب ما كاينش مركز ثقافي ما كاينش عليه ولكن كاين فضاء التنشيط الجواري اللي عن طريق هو البديل كينخرطوا ثم كاين نشاطات واني رانا كيما يقول لك ما قدروش نلبيو الصح العاصمه راهي حوالي 6-7 ملايين نسمه يوميا راهي تخطر يعني كيقول لك فئه الشباب راهي ديباسي 3 ملايين يعني ولكن قطاع هذا قطاع شباب من مهامش من مهام شباب الرياضه من مهام التربيه تكوين مهني الجامعه كلنا مهتمين بهذه الفئه يتصل يعني بالدور شباب مؤسسه شبانيه على مستوى الجزائر والنشاط راه مكثف. نعم بارك الله فيك. اذا هي نشاطات عديده وكثيره وقيمه ومهمه تقوموا بها مشكورين استاذنا ان شاء الله المزيد ايضا ان شاء الله اكثر من الشافه والجمعيات الاخرين. هذو الشافه والجمعيه يقول الحركه الجمعيه متعامله هذو احنا نتعاملوا معهم الحركه الجمعيه متعامله. نعم بارك الله فيك. عودة إليك بروفيسور تعاونتك في الأسئلة. نعم ما شاء الله الله يبارك. إذا عاوننا في المفاتيح لأنه قلنا نعم نستخلص إذا المفاتيح الختامية في هذا الموضوع أنه تكلمنا على وشرحنا أنه مفهوم العطلة صح. مفهوم الترفيه هو مفهوم مغلوط عند الكثير من الناس صح. نحن لا نقصد تلك بل بالعكس في ديننا ما يشير إلى ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك صح. إذا كيف الإنسان يستطيع كما كانت تقول أستاذ النفس أن يزاوج بين أنه يقعد يهتم بدراسته أو بعمله أو بأمور فكرية لا ينقطعنا وفي نفس الوقت أنه ما يضغطش على نفسه صح. حتى كما يقولوا ينفجر. كنا زمان في الثانوية كان يقرينا جاوري في ألبرتي معلش نذكر اسمه دركا كان كنا نقول له كي تلحق العطل نروحوا نقراوا يقولنا العطل هي من أجل الراحة وليس من أجل الدراسة هذا وكان جاد الى درجه كبيره. في الحقيقه هو 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 التنبيه للاولياء بالدرجه الاولى انه نبهوا الاولياء وحنا رانا اولياء انه نقول لهم كيما تفرضوا الدراسه وتحرصوا عليها لابد ان تحرصوا كذلك على وسائل الترفيه. الحمد لله الدوله راهي موفره وسائل كثيره انشطه مكالمه عاود ولا لنا الاخ بن حليمه من تيارت. السلام عليكم خونا بن حليمه. السلام عليكم بن حليمه من تيارت. اظن انا لهنا الكلام في الله يسمح لنا. السلام عليكم. شوف سيدي بارك الله فيك يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكرنا في سوره يوسف لما قالوا ارسلهم انا غدا يرتعي ويلعب وانا له لحافظون ثم بعد ذلك قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند المتاعب معناتها ان كانوا الناس ثاني تترفعوا وكانوا يلعبوا وكانوا يديروا السباق وكانوا يعني مش حاجه نقولوا حنا جديده. صح. حنايا بكري هنايا انا نهضر لك على بكري كي كنا كندوا العطله ودينا دون الباديه. يعني ما كانش فيها تقعد في المدينه، علاش؟ اول حاجه يروح تتعلم تروح عند خالك عند عمك عند جدك حتى يقول لك باش تربى فيه صله الرحم. حاجه اخرى انه يتعلم الامور في الباديه. خصوصا الفروسيه كما احنا هنا عندنا شيء عندنا الفروسيه في تيارت يتعلم الفروسيه يتعلم يشوف كيفاش الناس تحرق ما يقعدش يقول لها ما تقعدش اللي تخدم يتعلم كيفاش يقول لها هذيك الراحه تاع الفكريه وحدها والراحه البدنيه وحدها ماشي اليوم تاريخ يقرا شويه من بعد وتعلمنا كثير من الباديه صدقني كاين انسان مثلا بالخصوص اللي كانوا يقراوا في الزاويه مثلا مين يجوا يرفد اللوحه نتاعه بعد ما يكمل نقول احنا شي خدم مع شي ناس شويه ولا قال روح مثلا روي العوده مثلا ولا روح جيب كذا ولا يتم كيما شي حاجه من بعد يرفد اللوحه نتاعه يطلع من حاشيه الغابه ولا تحت شجره يقعد يقرا صدقني نجحوا 100%. كثير منهم اللي كانوا والديهم في الباديه يجوا يقراوا ويروحوا يعني وصلوا لاعلى القمم لان علاه الباديه زادت ساعدتهم لان فيها راحه البال وفيها يعني اشياء كثيره. حنا نتمنى ان شاء الله هذا الشباب تاعنا احنا اليوم كذلك اللي عنده اهله باش يخرج برا ولا وليداتهم يدوهم برا ويديروا تجربه ويشوفوا شوف حتى في الباكالوريا لو كان يعاود الدروس تاعه يرجع الدروس تاعه في الباديه والله تكون اسهل
من اللي يقراها في المدينه، يعني بعيد على الفاجيت، بعيد على المشاكل، بعيد على كل شيء. هذا يعني اللي جربناها حنا وبزاف الناس اللي نجحت، والله ينجح وليداتنا اجمعين. وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك، وسهلا. شكرا جزيلا خويا بن حليمه من تيار. التحيه من خلالك لكل المشاهدين الذين اتصلوا بنا اليوم والذين حاولوا ولم يسعفهم الحظ، لانه دائما يبقى برنامج مفاتيح وبرنامج تفاعلي معكم حتى نسمع آراءكم وأفكاركم ونستفيد منها، وتشاركونا أيضا بمواضيعكم واقتراحاتكم في هذا البرنامج. أعود إليك أخوك. نعم، فقط حتى نخلي لهم يتكلموا أيضا المفاتيح توهم. في الحقيقة الأخ بن حليمة زاد عاوننا أنه الذي يهم هي, هي, هي ضرورة أنه الأولياء ينتبهوا إلى أهمية الترفيه. الآن الترفيه كان عن طريق مديرية الشباب ولا بالطريقة اللي قالها هو الذهاب إلى، المهم أنه نعطي مساحة لهذا الصغير من أجل أن يترفه، من أجل أن يستريح، من أجل أن يجدد العزم بعد ذلك. وهذه أهم نقطة، وهذا طبعا من ناحية القانون، من ناحية الشرعية تحدثنا عنها كمفتاح، ولكن نقول دائما الأولياء، وأنا نقطة وأتوقف نقول الأولياء، يا أولياء مثل ما تحرصون أشد الحرص على تدريس الأبناء وربما تبالغون في بعض الحين النقطة وتروح للمعلم وتروح كذا وكذا، وهذا شيء جميل، لكن نقول لك بالمقابل كذلك أعطيه حق الطفل، أعطيه حق الطفلة، أعطيه لهم حقهم في راحة، في حق في الرياضة، في الترفيه، في مشاهدة مخلوقات الله عز وجل، لأن هذا الأمر راح يفرحه، راح يشجعه، راح يساعده، وراح يخليه يدخل بنفسية قوية. وعندي واحد صديقي لبس به يعني من ناحية المادية، واقترح شباب الأخ بن حليمة على فكرة، قال لك يروح الناس اللي عايشين في المدن، يروحوا الأغلبية عندهم الأهالي تاعهم في الأرياف. لا، كاين جزائريين يروحوا الآن وقت الزيتون يروحوا، كاين ناس يشروا أراضي ويديروا الزيتون ويروحوا، يروحوا للجبال. والله كاين، كاين ناس ما تنساش باللي احنا السياحة ماشي غير حتى في الصيف، ماشي غير السياحة البحرية، كاين السياحة الجبلية، كاين السياحة الصحراوية الجنوبية في أروع الأوقات هي هذا الوقت بالتحديد. كنا قبل أسبوعين في بالسكرة ودونا زيارة إلى مدينة عقبة بن نافع، سيدي عقبة. نعم، والله غير مدينة، مكان ساحر. أولا كاين أبي المهاجر الدينار، القبر تاعو وعقبة، ولكن مكان تشعر براحة نفسية عجيبة، والنخيل وشيء من هذا القبيل، بمعنى أن حمامات كثيرة الآن، كاين وسائل كثيرة، فقط إنسان يبحث عنها ومن أجل أن يستريح ومن أجل كذلك أن يعطي راحة. خليني نقول غير كلمة واحدة بس، واسمح لي، اليوم كنت في البليدة شريت شوية فايونس الشيخ باش نخدم الديار إن شاء الله. قلت لها، لقيت هذوك الخدامين يرفدوا، قلت لهم انا المفروض المعلم تاعكم بزاف ظهركم يعطي لكم يديكم الحمامات هذه، نتكلموا على الراحه. واش قالوا لي؟ قالوا لي والله العظيم هذا المعلم تاعنا غير يدينا الحمام الوان، يدينا الاماكن تاع الاخرين، يعني بالسكره وكذا، بمعنى انه يلتفت، يعني هناك من يلتفت. اذا هذه الراحه اصبحت ضروريه للعامل من اجل ان يستمر، تعطيك مردوديه، مردوديه اكبر. التلميذي تحبه يخرج لك ما شاء الله، اعطي له هذيك الراحه نتاعو من اجل ان يعطي لك مردوديه اكبر. ونتمنى ان شاء الله للتلاميذ تاعنا والابناء تاعنا والمعلمين والاساتذه راحه، عطله ان شاء الله جميله ورائحه كذلك ان شاء الله. ان شاء الله، ربي يبارك فيك بروفيسور سليمان ولد خصال. استاذنا استاذه جنات ايضا المفاتيح الختاميه في هذا الموضوع، ورسائل ونصائح. نقول للاولياء عندما الطفل، فاحنا باسكو الاولياء تاعنا واش يقولوا للطفل؟ اقرا مليح ديك لهذاك البلاصه ولا هذاك المكان. الا كان يربطوها دائما، فوالا، الا كان انت ماشي قادر تحقق هذيك الرغبه ما توعدش. علاش؟ الطفل يعطي كاع المقدور تاعو، وفي العطله يقول له ما نقدرش نديك. حنا نقول للاولياء اذا ما قدرتش تحقق الوعد تاعك ما توعدش، ولا كان وعدت لازمك تحقق، باسكو منا الطفل ما يوليش ياخذ كلام الاب بحزم، يولي يقول بابا يقول يوعد وما يوفيش. فوالا، دونك الهيبه تاع الاب تنقص، هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه الشعور بال اسخاديس الطفل، الاحباط، حسب الاحباط، الاحباط لخاطر هو يدير يدير يدير، وفي المقابل كي يجي راح يلقى واش وعدوا الاب تاعو ما يصيبش. اذا يولي يقول والله ما نقرا. لازم ما نوعدوش وما نربطوش بين دير هكذا نعطيك هكذا.
باسكو الطفل ما يعرفش باللي هذيك مصلحته هو مادي، الطفل مادي. من بعض المفاتيح يعني العطله لازم نوصلها اهداف، كاين اهداف دينيه باغ اكزومبل في العطله هذه الطفل ولا الاب يدي وليده يتعلم الحفظ القران، الشاب يولي يقول بلي انا نولي نصلي في الوقت. دونك كل واحد عنده اهداف هو يسطرها. ثاني كاين هدف اجتماعي، زياره الاقارب، صله الارحام، ما نقدروش في وقت الدراسه وفي وقت الاعمال، في وقت العطله كاين الوقت باش نروحوا صله الارحام. كذلك من الجانب الثقافي كاين مسارح، وانا سمعت في الاذاعه الجزائريه هم راحين يديروا مسارح للاطفال، ونقول للاولياء ان قادر المسرح يبدل سلوك الطفل. انا كانت عندي هو مهم مهم جدا. انا نحكي لك قصه، هل مهم انه يشارك هو في هذيك النشاطات ولا حتى وان كان يروح يشاهد تعود بالفائده؟ صرات حكيتها لي انا بين قوسين كاين اطباء نفسانيين قالوا لي بلي من اكبر واعظم الوسائل اللي تعالج الانسان نفسيا هي المسارح. بين قوسين نعطي لك هذه الحادثه، طفلة كانت تسرق وهي صغيرة، تسرق تسرق تسرق، الوالد اتحداها للمسرح، وكنت بغزغ هذيك لابياس تياترال المسرحية كانت تهضر على السرقة. هذيك الطفلة كانت تقول في 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 ذاتها كاع الناس هم عارفيني، هاد الأطفال هم عارفيني بلي أنا سراقة، على بها الأب تاعي جابني لهنا. دونك هي كانت تدير صراع محادثة بين نفسها، إيه بلي هذاك السرقة حاجة ماشي مليحة. من بفضل هذيك المسرحية الطفلة تسقمت ولات هذيك العادة ما دارتهاش كامل. دونك المسرح كيكون عنده رسالة هادفة يكون تحسين سلوك الأطفال حتى الكبار. والله غير اسمحي لي نقول نحيوا حديدوان الله يرحمه ويسامحه، كنا تربينا عليه احنا صغار. حديقة الساحرة يدير لنا حصة صغيرة ويعلمنا الآداب والأخلاق، فعلا تربينا عليها لأنه ما ترباش هذاك الأخ نوفل، كاين عوامل معينة هي خلتك تربى وتعرفه كذا، فهذه الأمور مهمة جدا صراحة. وكذلك ما ننساوش بالمطالعة، المطالعة في وقت الفراغ مفيد جدا للشخص بحد ذاته في جميع المجالات، مش غير في واش عنده المقررات الدراسية، في جميع المجالات مفيدة جدا، تكون عنده ثقافة واسعة ويكون يعني هذه فترة الراحة في فترة الراحة المطالعة. المطالعة وقتاش المطالعة؟ المطالعة ترفيهية تولي فوالا، وقتاش الفترة هذيك المليحة؟ قبل النوم. علاش؟ كي يقرا احنا كي نرقدوا العقل الباطن يقعد دائما يخدم. دونك انت كي تقرا حاجه تقعد دائما تفكر فيها وتزيد ترسخها لك في الذاكره تاعك. دونك المطالعه جد مهمه، وان شاء الله نتمنى الاطفالنا والاساتذه وكاع اللي راهم حين يجوزوا عطله ان شاء الله يجوزوا عطله مريحه مفيده، ماشي غير مريحه، لخاطر قلنا باللي ماشي العطله حب يقول الكسل. العطلة حاب يقول تجديد وتدريب سلوكات اللي ما نقدروش نديروها في الوقت تاع القراية، نديروها في وقت تاع العطلة. ويحذروا من العادات السيئة. العادات السيئة مثلا النوم اللي تكلمنا عليه، مثلا النوم المبالغ فيه، النوم الى فترات طويلة، والسهرات السهر لخاطر الساعة البيولوجية تاعو تتخلق ليس لها خلل، والنهار الاول تاع الدراسه يكون تعبان ويكون ما عندوش القدره باش يتابع اذا الموازنه، وتكون دائما كما قلنا خير الامور الوسط. سادنا وشيخنا فؤاد بلادي ايضا المفاتيح الختاميه في هذا الموضوع، موضوع الله والله المفاتيح هذه أفضل هذاك ولكن نذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ديننا فسحة، بمعنى أن ديننا الإسلامي هو دين شامل لجميع مناحي الحياة، ولا يمكن له أن يغفل هذا الجانب المهم في حياة الإنسان. ونقرأ دائما قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بمعنى أن الإنسان حتى حينما يتنزه مع أبنائه ويخرج فهو في طاعة الله تبارك وتعالى وفي عبادة من العبادات. بل إن من العلماء من ذكر بأن التأمل في مخلوقات الله تبارك وتعالى هي من أعظم العبادات، حينما نرى
قدرة الله عز وجل. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنظلة الأسدي رضي الله عنه حينما ذهب إليه مع أبي بكر الصديق قال ساعة وساعة، بمعنى أن الإنسان لا يمكن له أن يبقى على وتيرة واحدة، بل لا بد عليه أن يتنقل من حالة إلى حالة من أجل تقوية هذا البدن وتجديد النشاط والانطلاق من جديد في هذه الحياة، ويحقق جميع أهدافه الدنيوية والأخروية بإذن الله عز وجل. والوقت هو أثمن الأشياء، فلا يذهب سدى، لا يذهب في النوم الزائد، لا يذهب في الجهد الزائد، كذلك لا يذهب في اللعب الزائد، بل لابد من الموازنة. وهي فرصة مليحة أيضا كما قالت الأستاذة أن الإنسان يستغلها. هناك العديد من الدورات تكون في حفظ القرآن الكريم، في حفظ في حفظ القرآن الكريم، وربما هذا يكون في الفترة الصيفية بما أن فترة الصيف هي عطلة صيفية عطلة طويلة، فلا يمكن له أن تذهب تلك الأشهر سدى. بل أقول لك بأن المعدل في حفظ القرآن الكريم في العطلة الصيفية يصل حتى إلى ربع القرآن الكريم، إذا كان يعني كل أسبوع يحفظ حزب من القرآن الكريم 4 أحزاب في شهر، ثم نضربها يولي 12 حزب في 3 أشهر. إذا كان أكثر من 3 أشهر فإنه يحفظ، إذا كان جادا في حفظه يحفظ ربع القرآن الكريم، وهذا فضل كبير. بارك الله فيك سيدنا برادعي فؤاد. سادة من سعد أيضا كلمة توجهها إلى نصائح للشباب، وخاصة تحكي لنا على ربما برنامج اللي راكم حتقوموا به ان شاء الله. احنا ربي وفقنا ان شاء الله على نقدموا خدمه عموميه للشباب وللاطفال والعائلات، فالعطله هذه تكون على فائده لشبابنا ومجتمعنا. كل شيء زاد عن حده ينقلب اذا افرطنا في الدراسه ولا زدنا تنعقب على اخر، ولا ثاني الترفيه سيكون عنده حد. احنا في تقنيه التنشيط تاعنا في الترفيه عندنا 90 دقيقه للطفل. نعم 90 دقيقه في منهج تقنيه التنشيط، لانه اكثر من ذلك حيعود حاجه اخرى، يعود ملل، يعود يكره النشاط. صح صح النشاط تاعنا راهي مفتوحه على جميع الشباب وجميع الاطفال وجميع المجتمع على مستوى مؤسستنا. ونذكروا لازم الاولياء النشاط الرياضي والنشاط الشباني والترفيهي، لازم نقولوا تكون الزاميه للطفل. صح. الزاميه لازم نفتكر يدير الرياضه ودير النشاطات الاجتماعيه التربويه. الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم، وان شاء الله يوفقنا ويوفق جميع الجهات المختصه في تطهير هذا الاطفال والشبان، حتى يكون الطفل يكون هذا الشاب مسلم ويكون مجتمع سليم وسوي ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا استاذ امين سعد، ومرحبا بك دائما معنا تحل ضيف عزيز ان شاء الله، لما يكونوا نشاطات يكونوا ايضا، لانه يهمنا احنا، لانه احنا حلقه وصل بينكم وبين المشاهدين وبين المواطنين. بارك الله فيك. شكرك على كل الدواء سيدي فؤاد بلدعي. بارك الله فيك، احسن الله اليك على كل ما قدمته لنا في حصه اليوم. سيدنا بروفيسور سليمان الخصال بارك الله فيك. الله يخليك. شكرا جزيلا ايضا على كل المعلومات القيمه اللي قدمتها لنا. أستاذة جنات يعقوبي بارك الله فيك على تحليلاتك الدقيقة ونصائحك الماتعة والرائعة، بارك الله فيك. تقبلوا في الأخير تحياتي وتحيات الفريق العامل معي بقيادة المخرج سيد أحمد بن عمر. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.